أعلن مشروع نزع الألغام في بلادنا مسام انتزاع 1419 لغما حوثيا في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، وأضاف أنه انتزع منذ مطلع الشهر الجاري 5932 لغما حوثيا في عدة محافظات. وتتنوع الألغام الحوثية بين مضادة للدروع ومضادة للأفراد وذخائر لم تتفجر. وارتفع أعداد ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 214437 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية.